جيد جدا. طيب دكتور بوناصري، في احدث التصريحات ايضا الصادره من قبل قيادات حركه طالبان، حركه طالبان اشارت الى ان الدوله التركيه من الممكن لها ان تلعب دورا هاما في اعاده الاعمار بافغانستان، كيف ترى هذا التصريح؟ نعم، هذا تصريح لا شك انه مفرح للمسلمين، ونحن نلاحظ في اكثر من حاله ما يقع في بعض الدول الإسلامية نجد أو للمسلمين أو في غير الدول الإسلامية نجد أن تركيا كحكومة هي سباقة إلى هذا الأمر، وهي تعطي رسالة على أننا كتركيا دولة عظيمة حقيقة، ودور لها وزنها في المحافل الدولية، ودولة لها تاريخها، فهي تعطي هذه الرسالة ليس للوقوف مع أفغانستان، بل هي رسالة للعالم بأن إخواننا في أفغانستان لهم من يقوم معهم ومن يساعدهم، فانتبهوا فإننا يقظون، لن نتركهم وحدهم، تنهشهم الأيادي التي لا تريد لدولة أفغانستان الخير ولا لشعبها. فنحن أيها العالم ويا إخواننا في أفغان، نحن معكم وسندعمكم، واصلوا، وإن كان البعض لا يريد الاعتراف بحكومتكم، فهي رسالة إيجابية وصدرت من عقول راجحة ومن فكر له بعد سياسي في هذا الواقع وفي هذا العالم الذي نعيشه الآن.